مشاهدينا أرحب بكم من جديد، والمزيد من الأخبار عن السعودية وعن مياه السيول، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة الحائل جنوبي منطقة حائل أمس الأول في احتجاز أكثر من 50 عائلة ودخول المياه إلى المزارع والمباني. وكانت الأمطار متفاوتة بين شمال المدينة وجنوبها وضواحيها، وتركزت الأمطار مشاهدينا على جنوب الحائل فيما شملت القرى الجنوبية، وتوقفت حركة السير بسبب كميات المياه التي اجتاحت الطريق، فيما تم إنقاذ عائلة علقت في السيول غرب الحائط احتجزتهم السيول لأكثر من 4 ساعات. هذا الخبر من صحيفة الرياض. ننتقل أنا وإياكم مشاهدين إلى مجموعة من الصور تعبر لنا وتظهر لنا أعمال البحث عن أحد المواطنين، حيث تم الإبلاغ عن احتمال أن تكون جرفته السيول والأمطار أثناء تواجده في شعيب الإديرع. وأشار الناطق الإعلامي للدفاع المدني في حائل أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من شرطة منطقة حائل يفيد بتقدم أحد المواطنين الإبلاغ عن تغيب شقيقه البالغ من العمر 21 عاما منذ يوم الأحد، وذلك بعد ذهابه إلى شعيب الإديرع لمشاهدة الأمطار بصحبة عدد من أقاربه. لذلك تم توجيه عدد من فرق الإنقاذ المائية والمجهزة بسيارات ومعدات الإنارة والغواصين لمباشرة البلاغ. هذه الصور تعبر لنا عن الدفاع المدني وكيف تعامل مع هذا الموقف مشاهدينا. ننتقل إلى مجموعة من الخرائط التوضيحية الآن، ونلقي نظرة على حركة السير خلال الساعات المقبلة أو خلال اليومين المقبلين. نلاحظ هناك تقلبات جوية مستمرة على المناطق الوسطى تصل إلى أجزاء من المناطق الشرقية وأيضا أجزاء من المناطق الشمالية مشاهدينا. تصل هذه السحب المحملة بالأمطار الرعدية إلى أجزاء من دولة الإمارات، سواء كانت المناطق الغربية منها أو المناطق الجنوبية، تصل إلى أجزاء أيضا من المناطق الشمالية وأيضا المناطق الشمالية من سلطنة